لما تاكل 9 كفوف الكف العاشر ما رح يوجعك، كمان لما تاكل كف وبعده 10 بوسات البوسة ما رح تنسيك وجع هذاك الكف. هيك المواقف، هيك بيكون ترتيب الأشخاص بحياتك. يعني لما حدا يغدر فيك مرة، بعد هالمرة 1000 شغلة منيحة و1000 اعتذار ما رح ينسوك هذيك الطعنة. لما حدا يوجعك ويزعلك مرة على مرة ما بقى تحس بشي، رح تضحك ما رح تفرق معك، رح تقول بعد كل شي. الكف العاشر بعد التاسع بيضحك ما بيوجعك.